الفاير دنجان. السلام عليكم لي فان ديال يوسف 45، يوسف 45، يوسف 45، يوسف الفاير دان از باك، از باك ود بات ود وات اوفيشال كلاش كلاش كيف فاك لا تراد شي يوسف 45 راه كاع الناس تقد تدخل لهم دماغهم وتقد تفهم شنو طريت لهذا السيد هذا، الدماغ عنده راه ما تفهمش اش كاين صراحه صراحه. اي الناس اللي متبعيني وعارفين عارفين بانني كتعجبني الخدمه ديال هذا الصاط هذا، ما كيعجبنيش واقيلا التوجه الاحترافي ديالو، فهمتي؟ بتاتخ كيما فهمتي حيت عنده بزاف ديال الموهبه اللي ما مستغلهاش في اتجاه ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير. لاشين وصل ل 500000 دابا، لو كيوس 45 مينيموم خاص يكون ضارب شي مليون، دابا مينيموم خاص يكون ضارب مليون صراحه، رغم انه حتى هويا ماشي عذر، هذا ماشي عذر فهمتي. عند كانت عنده شان جو بون شحال هادي مشات لي لاشين عاودت رجعات هادشي، وهادشي غنعاودو نرجعو للصحبه الناس اللي دايرين بيك كيفاش كتسير الامور ديالك. خاصي ما عرفتش انا بعيد على يوسف وما نقدش من هنا نقول ليه لا خاصك دير، حيت هنا كتولي الفهام والفهامه ديالنا حنا المغاربه كنفهمو في كل شيء، فمن الاحسن نسكتو. حنا غير كنتمناو الخير لبنادم، كنتمنى فهمتي ياخذ فهمتي هادشي بجديه اكثر، حيت عنده دي فان وعنده واحد لاباز دي فان اللي كتسنى يدير خدمه زوينه. وهذا ماليناش غنمشيو، انا ملي كنقول هاد راه كنقولها من القلب، والله الا كنقولها من القلب، حيت باغي الخير لبنادم، باغي الخير لبنادم وباغي الخير لاي واحد اللي موهوب وكيضرب التماره كيخدم فهمتي. حيت كاين اللي موهوب وما كيضربش التماره، وكاين اللي ماشي موهوب وكيضرب التماره، وهادو بجوج ما ولاني اللي جامعهم بجوج موهو وكيضرب تماره باش يوصل، خاص يكونوا الارقام وخاص تكون شحال من حاجه. اون توكا مادا فاكرز ناري ناري ناس مادا فاكر هاد الالمان من هاد الكلاش هذا، من هاد الكلاش هذا لمن ستين واجدين يوس 4-5 Motherfucker Red Dead Redemption Dragon Ball مارلين مونرو امينيم بريكن باد شي حاجه اخرى سقمتها هنايا ما ماشي اللي سقمش دايز غون صاحبي احفظ غير التكست واجي نعاودو معاك عاد من اللي بدو كاع لي لا طوف ديسك وكلاش وني كاع كامل اللي بدو كما كنت كنغبار قدامك تكمت في البار هكاك مقبول الهيب هوب كيس داع يوسف كيضرب في صداع بيع عند العدو. مالك يوسف خاصك دير مع رياكشن انت كتجري مورا، هو غادي وانت كتجري الفاستر الفاست يا الفاست الفاست يا الفاست. تراك اللي خرج واحد تراك قبل يلاه خرج قبل ما عرفتش فيتشري مع واحد الصاط سمعته مره صراحه سمعته مره اون توكا ما نقدش نهضر عليه بزاف مي سمعته مره صراحه ما عجبنيش صراحه غداز فهمتي تراك غداز هكاك فهمتي تقد تسمعه مره ماشي خايب تراك ماشي من المستوى ديال يوس. دابا يوس خاصو يفهم بانه هو لابار اللي حاط البنادم ولا لي فان ديالو راه على لابار بزاف، صوما بقاش مسموح ليه انه يبقى يدير شي حاجه قل من داكشي اللي واصل ليها. هو خاصو منيف يفهم هاد اللعيبه هادي، انا متاكد بانه غيبقى يطلع لابار اكثر ويمشي بالنيفو اكثر. اون توكا رجعوا للتراك هدايا، وهذا جو بونس غادي يتخ توتالمون ديفيرون داك التراك الاخر، ومع كلاش مع 11 وجيب معاك شي 16 ولا 14
صاحبي احفظ غير التكست واجي نعاودو معاك عاد من اللي بدو. احفظ غير التكست واجي نعاودو معاك من اللي بدو. كاع لي غلط في ديس كوكلاشوني كاع كامل اللي بدو. لا ونسمو في الكلاش لا نسمو في سبوتيفاي صراحه. اون جينيرال ديما كان كيبان ليا ديما عند كلاش واحد مع يونغ زول اللي داكشي كان غادي بحال هكا. كلاش ديالو مع يونغ زول اللي كان داكشي ما تبقى اتصات هضره ما كيتفاهمش. كمك تكون غبار قدامك تكون مت في البار هكاك مقبول الهيب هوب كيس داعي وصف كيضرب صداق بيه عند العدو. كم بت في البار هكاك مقبول الهيب هوب كيس داعي وصف كيضرب صداق بيه عند العدو. عند العدول والصداق يضرب عند العدول. رابيور شفني وحزاق حس كنت سالوف لساتي ماشي بالزاق والصاق زعمان تماك كان عاوط ريماتي يوسف حدو فاي توجور زبوناي. هنا يا طروراش تما دوبور راي. شكون كي كلاشي بعداك؟ شكون كات كلاشي يا اخويا؟ اش كي كلاشي يوسف؟ ما عرفش انا شكون كي كلاشي. لا نرجع لهادي سمحوا لنا غتعاود الكلمه الخايبه. صداع يوسف كيضرب صداق بيه عند العدو. رابيور شفني وحزاق حس كان تالوف لساتي ماشي بالزاق والصاق زعمان تماك كان عاوط ريماتي يوسف حدو فاي توجور زبوناي. هنايا طروراش تما دوبور راي. صاي اللي تريد حبسنا ما غاديش الراب مالق حبلي بينو جداد. صافي الكريدي حبسناه ما ندير صراط مرحب لي بانو جدادي سو كي تيرف شي واحد من نوفيل جينيراسيون هاد. خدمنا وكاع ما تخلصناش راه ما كنساش زيد فراس كادي نو شاب حاجه غادي تيجي عاوتاني من واش خايد حقه ولا ما واخدش حقه. تموت بالسنت ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر غتموت بالسنت ما تفكر ما تفكر ما اي الله يجزا صاد الله يجزا ما كت ما غت ما عمرك ما غت ما تقد تحكمو تعرف شنو غادي يدير لكم السطراك شرف راه كده غتموت بالسنت ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر غتموت بالسنت ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر غتموت بالسنت ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر ما تفكر يدي الله لك اسمع فكا 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 الله يتغسل نفرحوا من عندنا يوسف واي فاي في الراب المغربي وحق الله الله يتغسل نفرحوا هاد الساطة هاد العالم والله تعالى زبيب والعلم مسمح لي هاد الله اوكي كاين تخسر الهضرة. زبيب والعلم مسمح لي هاد الله اوكي تعالى مشات للسعوديه دارت الشفط يوسف دارت الشفط شفط الشحمه فوري فايف ما عندوش معضد غير كتلقى اللي نفسه مزود هو اللي معظم ستوري انستا قحابو مجموعه الزوام ضرب الطرد كلشي باغي الراب رابيو كلكم وحنا نقولوا الطرز مبربط. اوه انستغرام لعيبه اجا هادشي كمل هذاك داك اللي باغي يجرب كلشي داك اللي جرب الخملولي ولا الزملولي ولا الحمروري ولا ما ياك واش ملي جبد الانستغرام واللعيبات والروابط جداد تويشيات جو بونس دق على هذاك كنت كنبغيش نقول اصاحبي ميكروب ميكروب في وسط في اليوتيوب ميكروب ولكن عاوتاني غنرجع ونقولها راه البوبليك عندنا اللي كيتفرج في هذا الشيء هو اللي مخلي الانتخابات يمشيو يكذبوا عليهم هو اللي مخلين ومن اللي مخلين هذا وفي الاخر هو اللي يقول لك البلاد ما فاتت حاجه قاد دماغك قاد دماغك وعرف فاش تفرجوا بعدا عاد هضروا على البلاد وهضروا على هادي وهضروا على الانتخابات حتى كتفرجوا في الخماج ودماغك فيه الخماج وباغي تهضر لي على الانتخابات وباغي تهضر لي على البلاد وباغي تهضر لي على الصفره نكاو دماغكم نكاو عندنا الانترنت من الوسخ واش
ما عرفتش واش عليه بعداك واش عليه، ولكن جو بونس مبقيتش كندير الكريدي للعيبات هذا تويشي دير الفيت ياك، ما كان طاري بيناتهم شي فيت ولا الاخ بغى يدير مع شي فيت ولا شي فليك ولا شي حاجه. المهم الخوت اللي عارف اش طاري كتبوا ليا، قول لي اش كاين، قول لي مع من هذا البلان هذا، والله يكون مع الملولي، الله يكون مع الملولي، والله الملولي يبغي يجاوب باش غيحيد لي الكاريير، حيت هو اصلا ما عندي مو كاريير، غادي يحيد لي الوجود ديالو. مسمح لي لا ضلاف اختك مشات للسعوديه درت الشفط يوسف وريفاك ما عندوش معضض غير كتلقى اللي نفسه مزود هو اللي معضم ستوري انستقحاب ومجموعه السوام لضرب الطرد. ستوري انستقحاب ومجموعه السوام هما داك عرفتي واحد البؤره ديال الوسخ، بؤره ديال الوسخ مجموعين يا ربي. شوف اللي كيتفرج فيا وهذا وكيسمع هاد الهضره غادي يسمع مزيان، الا كتفرج في هادوك الناس فهمتي. وانا ما كنهضرش على كتفرج تصاطحتي مع فيديو دايز يوتيوب عطاك شي لعيبه بشي عنوان قلتي او كليكيتي مره، ما كندويش على هاد، كندوي على اللي متبع فهمتي، اللي متبع داك ربي ان عندك الخماج انا في دماغك، عندك الخماج وما عمرك ما غدير حتى حاجه في حياتك حيت هما دايرين على ظهرك حيت انت لاقين تنكلوش. كلشي باغي الراب رابي وكلكم وحنا نقولو الطز مبربقكم عطاز واحد فيكم لاخر غنسطر غندبحك من قاعك بيفي بنت ستاتي انا مزنطر. اي تقراد ليت تقراد بزاف واحد فيكم لاخر غنسطر غندبحك من قاعك بيفي بنت ستاتي انا مزنطر. ساهي الكريدي حبسناه ما غنديش الراب مع القحاب اللي بانو جدادين. كريدي حبسناه ما غنديش الراب مع القحاب اللي بانو جدادين. خدمنا ودع ما تخلصناش راه ما كنساش سيد فراسك هادي قاعد موت بالسانتا la casa de papel. يلاه وجوب زعما وجوب زعما وجوب. شوف طولنا في الفيديو واقيلا بلاتي، نشوفها لي كومونتير اسمحوا لي، شوفها لي كومونتير نشوف واش عطاني شي سميه ولا هادي نايس كاين تا تا تاش تا قصر صورو سي فري. و يوسف ريفاي بوحدو كيكون شوف ما كاتش فريمونش فيضان جا الله يرا فيضات كي فايض على بنادم يوسف ريفاي. المهم ما كاين حتى شي كتبه، ما عرفتش انا واش على داك الرعواني اللي جرب كلشي وما صدقات ليه حتى حاجه والله. ما صدقات ليه بوليسي، ما صدقوا ليه الافلام قصيره، ما صدق ليه التقوى ديت حشاكم مع الخماج بغى يدوز للراب بغى يدير كلشي. وتفكروا حاجه وحده، تفكروا حاجه وحده حتى ما كان باش نقول شي فان، حتى لو كنتي فان ديال هذاك عرب ان راك انت لا وجود لك، لا وجود لك، عقلتوا الدخله كيدخلكم بالعاطفه. وانا بوليسي ورقيه وبغيت حقي، عقلتوا ليا مثل اول فيديو العاطفه كيدخلوا جنب يا ديال موكي. ومن بعد هو دابا ولا كيتعنقر المرسيدس والروينه علاش، حيت كيلقى بنادم كيلقى المغاربه ظريفين المغاربه في شكل. المهم ما كاينش معامن الله الاخر يسحابوا عليه، الله يسحابوا عليه. ماليناش جميل تراك جميل كلاش جميل مره يوسف ريفاي هادي كما كنقول ديما بنادم خاصو يقلب على راسو خاصو يقلب على الاخر، ما تكون طريقه زوينه طريقه ذكيه اللي ما يهرش بها الكارير ديالو ويبقاو لي فان ديالو
قزاز عليهم يوسف 45 طلع على بار الفوق، خاصو يحاول ديما يبقى يخدم باش يبقى يطلع على بار الفوق. هذا ما كان، كان معكم خوكم الشاعر، خليو شي كومونتير، خليو شي لايك، ونتلاقاو في فيديو جاي. أرياس.